يعني بالتأكيد هو القرار قرار فني للمدرب، لكن دوليفان ووقع رمضان بعيدا عن محب لنادي الطلبة، لكن هم في الفترة الماضية المباريات السابقة قدموا مستوى جيد بإشادتكم أنتم كإعلاميين. أعتقد نحن بحاجة لإعداد حارس بمستوى دوليفان وإدخاله ضمن المباريات الدولية والرسمية، لأن يعني رجل عنده قابلية وعنده طاقات يعني أكبر من مستوى الأندية. بالنسبة لوقاع، وقاع هو ضمن خيارات المدرب سكوب بالمنتخب الأولمبي، وأيضا كلاعب قدم مستوى فني متميز بتسجيل أهداف حاسمة ومساهمته بأن يكون نادي الطلبة ضمن الوصافة. بالتالي أعتقد هو استحقاق لوقاع أن يكون ضمن مهاجمين المنتخب الوطني، ولا ننسى أن القائمة الأولية سيتم بالتأكيد اختيار الأفضل من الأفضل من أجل تمثيل المنتخب في مباراة الإمارات وسوريا. أكو لاعبين بالطلبة يستحقون؟ والله شوف، الفريق اللي يوصل إلى المركز الثاني الوصافة وبفارق كبير عن منافسي، أعتقد أنه تيم يستحق أكثر من لاعب أن يتواجد به. يعني محمد موسى مدافع يعني بحاجة المنتخب إلى مرتضى علي ملص، واحد من لاعبين الارتكاز المهمين، حمزة عدنان، أسماء كثيرة، سليم واحد من الأسماء اللي يستحق أن يكون ضمن المنتخب. لكن الأول والأخير يعني خيارات المدرب غني شهد، ولا يمكن أن نناقش شهد فنيا على اعتبار أنه خبرته التدريبية توازي أعمارنا.